Yeah.
Thank you.
إذا نرحب بالوفد الرسمي بحضور السيد الكاتب العام لعمالة إقليم بولماك والسيد البرلماني رئيس جماعة الميسو بالإضافة إلى السيد رئيس المجلس العلمي المحلي والعديد من الشخصيات وممثلي الوفود الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية. إذا دائما مع فعاليات هذا النهائي نهائي بطولة المغرب للكرة الحديدية
صنف كبار ميسور افريقيا وظيفه عشر. ومرحبا مره اخرى بالوفد الرسمي. تجرى الان مباراه النهايه الخاصه بصنف التصويب بثقه، نهايه بطوله المغرب صنف كبار الخاص بالتصويب بثقه، والمباراه التي بين ايدينا دائما في اطار فعاليه هذه البطوله ونهايه هذه البطوله بطوله المغرب. المباراه اللي بين ايدينا الان هي كتجرى بين لاعبين خاصه بحسيوي مصطفى من النادي الرياضي الفاسي والعراش منير من النادي الرياضي البيضاوي. بعد قليل غنبقاو مع النتائج ديال هذه المباراه النهائيه خاصة بصنف التصويب بالدقة. شو ممكن تجتمع مع الله ممكن تجيرون هنا اسمح لنا شكرا Thank you.
إذن انتهت المقابلة النهائية الخاصة ببطولة المغرب للكرة الحديدية صنف التصويب بالدقة. الفوز كان من نصيب اللاعب حسيوي مصطفى من النادي الرياضي الفاسي، فاز بتقييم 46 نقطة مقابل 28 للعراش العراشي منير من الاتحاد الرياضي أو من النادي الرياضي البيضاوي. إذن هكذا فوز حسيوي مصطفى النادي الرياضي الفاسي، ومتابعي طبعا الحال لعصبة أطلس سايس، وفي الرتبة الثانية العراشي منير من النادي الرياضي البيضاوي وهو ينتمي إلى عصبة الشوية. إذن ألف مبروك للحسيوي مصطفى وحظ سعيد للعراشي منير الذي أيضا هو فائز بالمركز الثاني في هذه البطولة وهو وصيف بطل المغرب. أما الآن سنمر إلى النهائي المرتقب والذي يخص نهاية بطولة المغرب للكرة الحديدية صنف الثلاثيات. منير العراشي إلوموندي، منير العراشي إلوموندي، منير العراشي إلوموندي. إذن كما سبق وقلت ستنطلق بعد قليل مباراة نهائية.